السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة، فيديو جديد على قناتي وقناتكم نكهة مغربية. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفة سهلة بسيطة لكن لذيذة بزاف، اللي هي وصفة ديال العدس بالخضرة والكفتة. انا كان سبق لي نزلت العدس العادي لتنطيبو عادة، وكان هو اول فيديو اول حلقة في سلسلة نكهة مغربية، وكان بداية خير اللي خلاتني نتعرف بكم بالناس بحالكم في قمة الذوق والاحترام، دائما معايا مسانديني ومنحيني طاقة إيجابية كبيرة. فأنا ديما تنقول لكم وما زلت تنقول لكم الله يخطيكم عليا، ويا رب نكون دائما عند حسن ظنكم بيا. وبالنسبة للناس الجداد اللي عاد التحقوا بالقناة فتنقول لهم مرحبا وألف مرحبا، فالقناة دائما منورة ومتشرفة بكم، فالله يخطيكم. وندوزو دابا للوصفة اللي غادي نحتاجو ليها. واحد زلافة ديال العدس، أنا دائما تنستعمل العدس البلدي. خزوة وحدة كبيرة مقطع بحال هكا مربعات، بصله كبيره اللي مشلضه ما نحكوهاش، نقطعوها بحال هكا. واحد جوج قريعات صغار مقطعين حتى هما مربعات، يكونوا نفس القياس ديال الخيزو، وشويه ديال الكفته ديال البقري مشكله كبيرات صغار، واحد زلافه صغيره ديال القزبر ومعدنوس مقطعين بحال هكا، واحد الكميه مهمه ديال الثومه اللي نقيتها وخليتها بحال هكا في صوص صحاح، واحد الكاس صغير تقريبا ديال الزيت البلديه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج البزار، سكينجبير، الخرقوم البلدي، وشويه ديال التحميره. اول حاجه غادي نديرها غادي نطلع واحد الغليه خفيفه في العدس، غير باش ديك الكحوله ديال العدس اللي غادي يطلق ليا في المرقه يطلقها في الماء من قبل ونحيدها، غير واحد الغليه ولا جوج صافي. العدس غلا واحد الشي شويه، غادي نمشي نصفيه وعاد نرجع نصبه. غادي نزيد الماء هو الاول، من بعد غادي ندير خيزو والبصله، ديك الفصيصات ديال الثومه اللي منقيين، القزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نزيد العطريه اللي هي سكينجبير، الخرقوم، التحميره، وشويه ديال البزار. بطبيعه الحال الا بغينا نزيدو شويه ديال السودانيه. بالنسبه للقرعه والكفته ما غاديش نديرهم دابا، غادي نخليهم حتى يقرب يطيب، لان القرعه والكفته ما غاديش يهزو الطياب بزاف. في هاد الوصفه ما غاديش نحتاج مطيشه، اللون غادي ناخده غير من التحميره، والمرقه غادي تختر بوحدها. الا بغيت ندير كميه كبيره ديال الثومه في العدس فمن الاحسن تكون بحال هكا صاينه، الا كنت نفضل الثومه ما تبانش فندير غير ثلاثه ديال الفصيصات نحكم اولا نقطعهم، لان الا قطعتها اولا حكيتها فما نقدرش نستعمل كميه كبيره. غادي نزيد واحد الكاس صغير ديال الزيت البلديه، نرد الغطايه ونخلي العدس يطيب. اهم حاجه ما نزيرش الكوكوط ونسدها بالصفاره، غادي ندير ليها حتى هي طياب الطنجره، غادي غير نحط الغطايه ونخليها تطيب، لان العدس اللي سدينا عليه في الكوكوط تيخرج كامل من القشره ديالو. ملي نقرب يطيب العدس ودخلوا الطياب مزيان غادي نزيد القرعه وكويرات ديال الكفته. بالنسبه للكويرات ديال الكفته، بما ان الحجم ديالهم صغير فانا ما احتاجيتش ندير لهم العطريه، العطريه ديالهم غادي يشربوها من القوام اللي غادي ندير في العدس. الا كنا غادي نديروا كويرات ديال الكفته كبار ديك الساعه نديروا لهم العطريه، ولكن هكا تيجي الشكل ديالها جميل وتتجي بنينه اكثر. الكفته اللي درت كانت ناشفه شي شويه من اللدام فاضطريت نزيد شي شويه ديال الزيت صافي، وغادي نرجع نحط الغطا بحال من قبل ونخليها تكمل الطياب ديالها. بالنسبه للسلطه اللي غادي نقدم معها، غادي ندير غير طريفات مطيشه مقطعين بحال هكا، نخويهم من الزريعه ومن الماء ونخليها بقشرتها، الا ما بغيتش ممكن نحيد القشره. وغادي نزيد شويه ديال الملحه، البزار، المعدنوس مقطع بكثره، عصير الحامض، وشويه زيت البلديه. صافي مطيشة هي واجدة صافي، وها العدس تقريبا واجد. وما ننساش في هذه المرحلة نقاد الملحة والبزار، نخليه يشرب شي شوية ونقدمه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي العدس مفروز حبة حبة وطريفات ديال الخضرة باينين وطيبين مزيان، ما تيجيش معجن وتيجي بنين بزاف. نتمنى تجربوا ليكم ولوليداتكم هاد الوصفات ويعجبوكم، وتخليوا لي هادشي في التعليق. وهكا الفيديو ديال اليوم غادي يكون حتى هو سهل، نقول لكم شكرا والله يخطيكم عليا، حتى نتلاقى بكم في فيديو جديده. شكرا وبسلامه.